بسم الله الرحمن الرحيم. احيانا بين الحين والاخر بنشعر بعتاب بوجوه الرئيس السيسي الى من عميت ابصارهم وسدت اذانهم عن رؤيه او سماع اللي بيحصل في مصر، من تغيير جذري لواقع مرير عشناه كلنا على مدى عقود طويله من الزمن. طبعا من حق الرئيس ان يعتب، لكن انا بقول له ما تزعلش، سيبك عن البعض اللي بيتكلم ويتنطط ويتبجح لاهداف احنا عارفينها وعارفينها كويس قوي، عارفين بيعملوا كده ليه، وكتير من اللي حوالينا واللي حواليهم مش ابرياء ولا ناس مش فاهمه. النهارده اللي ما بيشوفش يبقى اعمى، واللي بينكر يبقى جاحد. واحنا كأبناء لهذا الشعب العظيم، وبقولها لك يا ريس، عارفين انت عملت ايه، وقلنا ألف مرة لو الزمن توقف عند حدود انقاذ البلد دي من حرب أهلية كنا هندخلها، ومن نفق مظلم ما كناش هنطلع منه. فده يكفيك كقائد وطني لمؤسسة عسكرية عريقة، انحاز الشعب وانقذ البلد من انهار من الدم كانت هتفضل معانا لغاية النهاردة. وعايز اقول لكم خطة الاخوان كانت في نهاية 2013 ان محمد مرسي تعبان وعيان وحيجي خيرت الشاطر، ودي معلومة يعرفها كل من كان يدهم في هذا الموضوع. كان في مخطط ان محمد مرسي يمشوه الاخوان ويجيبوا خيرت الشاطر رئيس للدولة المصرية، وعندهم القوانين وعندهم توظيف الدستور، كله ده كان هيتم. لكن وقفة القائد الوطني عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة جنبا الى جنب مع الشرطة ومع القضاء واستجابتهم لموقف الشعب المصري في 30 يونيو، ده يتحط برواز هنفضل نحفظه لأولادنا على مدى عقود طويلة من الزمن وأجيال متعاقبة. يا جماعة الكلام ده كتير وتكراره مهم، وده بيجننهم. وشوفوا حملتهم على مسلسل اختيار، طلعوا فيه كل القطط فطسانة رغم ان المسلسل عنده كتير من الاسرار وكتير من التسريبات، لكن اللي عمله ده مجرد اشارات عن وقائع تاريخية كلنا شاهدين عليها. لما كنا مع الرئيس يوم السبت اللي فات، انا وغيري شعرنا بمرارة في صوته، حسينا انه عاتب علينا كإعلام إن إحنا لسه ما بنهتمش بدورنا اللازم في مواجهة الحرب الممنهجة. وأنا بقول له يا ريس إحنا معاك في نفس الخندق، شايفين وحاسين وبنواجه وحنواجه، لكن كمان الحكومة لازم تساعدنا، لازم تدونا معلومات صحيحة وصادقة. عاوزين نتكلم عن مشاكل الناس بحرية، ما يجيش حد يوقفنا او يضغط علينا او نفضل خايفين يا ترى ايه ممكن يحصل لو انا اتكلمت وقلت واتكلمت بمشاكل وقلت بيحصل كيت وكيت. فرق كبير جدا، فرق كبير جدا بين رجال الدولة وبين المعادين للدولة. ورجال الدولة مش هم رجال النظام، لا، النظام كلنا بنحترمه ونقدره، نظام موجود أو مش موجود وده كلام سيادتك قلته أكتر من مرة، قلت أنا ما عنديش مانع يختلفوا معايا وأنا مش رئيس جمهورية، أنا مواطن، لكن إياكم والدولة والوطن. عشان كده إحنا عارفين الرأي السليم حتى لو مخالف هدفه إيه، وعارفين في نفس الوقت الشائع وتزويف الحقائق
اللي أهدافها معروفة للجميع. وزي ما أنا قلت قبل كده، لو حبينا نحض رجال الأعمال وما نخليهمش يفكروا يطلعوا برا أو يودوا فلوسهم برا، لازم نديهم الأمان. الغلطان يتحاسب، لكن صدقني يا فندم كتير منهم عنده غصة وبيحبوا البلد وواقفين مع سيادتك لأنه عارفين كل اللي انت بتعمله بتعمله لمصلحة البلد، ومستعدين يموتوا عشان البلد دي. ونفس الأمر بالنسبة للصحافة والإعلام وغيره وغيره وغيره. سيادتك أكتر من مرة قلت أنا مش رئيس جمهورية، أنا مواطن مصري بالأساس، كوني رئيس أنا مكلف من قبل الشعب لخدمة هذا الشعب، وأنت فعلا كده. النقاء، الصراحة، حب الناس، الجهد والعرق، احنا ده بنشوفه يا جماعة. ده احنا بنبقى في بيوتنا يوم الجمعة وسيادته بيكون في الشارع، احنا نايمين في بيوتنا وهو 5 الصبح في مكتبه، احنا بننام لغاية 7 ولا 8 ولا ناخد نايمين 8 ساعات او 7 ساعات، هو بينامش اكتر من 3 ساعات او 4 ساعات، مركز في كل مشروع، مصحح لكل كلمة غلط. ربنا مديله قدرة غير عادية على التحرك والإنجاز والمتابعة، زي ما قال في خطابه الأخير يوم السبت اللي فات في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. كل إجراء ما اتعملش من 40 أو 50 سنة احنا بندفع ثمنه دلوقتي. نعم، هقولها تاني، كل إجراء ما اتعملش من 40 أو 50 سنة احنا بندفع ثمنه دلوقتي. ليه؟ لأننا بصراحة عشنا فترة نسينا فيها البلد، بينا بس بنظبط على يعني ما هو عليه. دي الحقيقة اللي الناس عارفاها واللي البعض بيحاول ينكرها أو يعني يتغنى بيها. لما الرئيس يقول احنا زدنا 20 مليون نسمة في 10 سنوات والناس دي بقها مفتوح وعايزة تاكل وتشرب، طب يا ترى معدل النمو الاقتصادي بيساوي معدل النمو السكاني؟ الإجابة لا. ولما نبقى في يعني أزمات ومع ذلك بننتج يوميا حوالي ما يقارب 300 مليون رغيف، الرغيف ب5 قروش، انت بتكلمني عن 300 مليون لأن الرغيف بيكلف جنيه، احسب بقى في السنة كام رغيف وكام كذا وكام كذا وعايزين ايه وعايزين ايه وعايزين ايه. مع ذلك المسألة مش اكل وشرب وبس، ايوه الناس بتشتكي من الغلاء وانفلات الاسعار والتجار الجشعين معدومي الضمير، اللي حتى لما سعر الفايدة زاد 2% مؤخرا تصوروا زودوا الاسعار بطريقتهم نط يا عمي على طول. لكن ما تنسوش البلد كانت ايه وبقت ايه. طب ما هو في كل الدول حتى اللي جنبنا دخلت ما يسمى بالربيع العربي ولا الخريف العربي ولا الربيع العبري، يدوب بالكاد بتحاول توفر السلع لشعبها وبأثمان غالية جدا. لكن حد يكلمني على مشروعات استراتيجية بهذا الشكل حصلت وبهذه الضخامة اللي لم تحدث من 50 سنة في هذه البلدان. أنا لما رحت وشفت مشروع مستقبل مصر وقبله مشروع توشكا، 350,000 فدان استصلحوا واتزرعوا في 3 سنين في مشروع مستقبل مصر، والرئيس كمان وجه ان المشروع المحدد له 1,050,000 فدان لازم يخلص السنة الجاية مش سنة 24. ساعتها وقف المقدم بهاء الغنام اللي انا بهنيه اولا على رتبة العقيد اللي خدها ترقية استثنائية، وبهنيه كمان بالدكتوراه، هو ضابط بالقوات الجوية
شاب وهو مدير المشروع على طول لما الرئيس قال عايزها في السنة الجاية 2023 قال له تمام يا فندم. ده دليل العزيمة والقوة والانضباط اللي هو سمة من سمات القوات المسلحة. ضابط شاب برتبة مقدم بيقود مشروع كبير بهذا الشكل. أولا ده إيمان من الرئيس بالشباب وقدرته. والشباب كمان بيأكد إنه قد التحدي وإنه قادر على الإنجاز. ودي ميزة عند القوات المسلحة وعند الفئات المجتمعية المتميزة. عشان كده اللي تابع الخطاب الرئيس قال إن القوات المسلحة ما بتحاربش الإرهاب وبس ولا بتحافظ على الأمن القومي وبس، لا دي حاربت وبتحارب التخلف والتردي وبتساند الدولة جنبا إلى جنب مع المستثمرين ورجال الأعمال في المشروعات القومية الكبرى. وزي ما قال سيادته اللي ما يعرفش يعرف واللي مش متعلم يتعلم ويفهم يعني إيه بلد. يا جماعة استصلاح 2.2 مليون فدان او 2.5 مليون فدان، عارفين المشروع ده يعني ايه؟ يعني انت بتضيف 25% من مساحة مصر الزراعية طيلة تاريخها، ولولا الكهرباء وما تم انجازه ما كانش ممكن تتحقق اشياء كثيرة منها هذا المشروع اللي بيحتاج ل 1250 ميجا وات من الكهرباء. لقوا ايه كمان؟ هيبقى فيه فرع من ترعة رشيد ومحطات لرفع المية تغذي هذا المشروع الاستراتيجي. كفاية اقول لكم وانا بزور الاماكن وشفت الناس وشفت عمال مصر الشرفاء وشفت الشركات الزراعية القطاع الخاص، يكفي اقول لكم ان زراعة البنجر في هذا المشروع ده بالذات السنة دي بس انتجت 2 مليون طن، غطت 20% من حاجتنا للسكر في مصر. وعشان كده احنا خلاص على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. فضلنا عقود طويله من الزمن نقول انه ممنوع علينا زراعه القمح، وكنا بنردد هذه الاكذوبه ومنصدقها. اخيرا جانا رئيس ونزل بنفسه الفرافره مع بدايه حكمه لتشكى لمستقبل مصر دي الصحراء، وبدا يدي اشاره البدء في زراعه القمح تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. انتوا شايفين الازمه اللي بره، شايفين اللي حاصل في اوكرانيا وغيره، احنا هنحط صبعنا تحت ضرس حد الى امتى؟ شايفين حياه كريمه اللي مكلفه الدوله دلوقتي تريليون بعد زياده الاسعار، مش 700 ولا 800 ولا 900 مليار، تريليون ومع ذلك ماضي فيها. شايفين الشوارع، شايفين الطرق، شايفين الكهرباء، شايفين الزراعه، شايفين السعي نحو الصناعه، شايفين المساكن الآدمية للعشوائيات، شايفين اهتمام بالصعيد، ومع كل ذلك ما بيخلصش ولا الدولة هتخلص من حملات التشكيك. ليه؟ هم عارفين بيعملوا ايه؟ القضية هي ضرب المشروع الوطني اللي بتتبناه القيادة السياسية بالضبط زي ما عملوا قبل كده مع محمد علي وعملوا مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وأي وطني شريف بيحاول يبني البلد دي تطلع له التعبين من كل ناحية. فاكرين لما كانوا بيشتموا عبد الناصر في البي بي سي كان بيقولوا له يا مش عارف كلب، معذرة كان بيقول لهم انتوا كمان ولا 60 كلب. احنا عارفين مين ضدنا وعارفين مين معانا. وعلى فكرة بعض الناس اللي بدأت تهل علينا والوجوه اللي بدأت تظهر تاني، في وجوه شريفة محترمة اهلا وسهلا، وفي وجوه ما يعلم بها الا ربنا، خلي بالكم. وانا لا اتمنى ان ارى الوجوه اللي ما يعلمش بها ربنا في الحوار. احنا عايزين ناس الشرفاء الوطنيين اللي يحترموا الدولة حتى لو اختلفوا مع النظام، اللي يحترموا مؤسسات الدولة حتى لو اختلفوا معاها. وعلى فكرة انا لا اثق في اي حد ردت شعار يسقط حكم العسكر او طالب بتدمير الشرطة او شكك في قضاء مصر العادل والنزيه. فرق كبير جدا يا جدع بين انك تنتقد النظام اي نظام وتطرح البدائل، وبين انك تتآمر وتشكك وتسعى إلى هدم مؤسسات الدولة. يمكن الناس نتيجة الفساد والاستبداد اللي ظل مستمر لفترة طويلة فقدت ثقة في كل شيء وجرت ورا بعض الشعارات وظننت الناس بتوعها صادقين فعلا، لكن انتوا اهو شفتوا النماذج، اخرهم علاء الأسواني اللي أدلى بحديث إذاعة الجيش الإسرائيلي
وشكك فيه في عبد الناصر وفي غيره وفي غيره وفي البلد واهان اهان الدنيا كلها. عمرو واكد مش عارف مين 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 مين، ناس كتير غيرهم اللي طلع اتجنن وراح يرقص في الشوارع واصوات نكره شفناها كيف تسقط. كل الآل تلاميذ كوندريزا رايس وهيلاري كلينتون وجس الاستخبارات الخارجيه اللي هانت عليهم بلدهم وراحوا يبوسوا ايادي المتآمرين ضد بلدهم وقبضوا منهم مئات الالاف من الدولارات بدأوا يطلوا علينا تاني، ولا يهمنا. اوعى حد يفكر ان المؤامره علينا قليله، لا المؤامره كبيره واطرافها متعدده. حد يقول لي ايه اسباب ان الامريكان يحذفوا اسماء او اسم الجماعه الاسلاميه من الجماعات المحظوره وهم عارفين ان يديهم ملوثة بالدم؟ حد يقول لي البريطانيين سمحوا ليه لقناه مكملين بعد ما طلعت من تركيا انها تبتدي تبث ارسالها من لندن؟ حد يفسر لي معنى الحمله الممنهجه ضد مصر واللي لسه بتتكلم عن قضيه حقوق الانسان؟ يا عيني، اول امبارح حدث حادث في امريكا ادى الى قتل حوالي 21 طفل واصابه العشرات، وقتلوا الولد اللي عمل ده 18 سنه. حد طلع قال ليه الاداره الامريكيه قتلت مش عارف ايه ولم يعرض للمحاكمه العادله؟ لكن احنا عندنا لما نمسك ارهابي ولا يصدر ضده حكم بالاعدام نلاقي الدنيا مقلوبه. لكن ده يعتبروه حادث عادي. لما بتقوم جماعه ارهابيه بارتكاب حادث على ارض مصر الدنيا بتتقلب بره. الحقوا مصر، الاوضاع صعبه، القلاقل المستمره. وقيس على ذلك، يا سلام عليكم، ازدواجيه في كل شيء. شوفوا يا جماعه، اي وطني لازم ينحاز لبلده، لارضه، لترابه، لجيشه، لشرطته، لقضائه. لازم نعرف ونفكر ان القائد الذي انقذ هذا البلد، بس الناس ذاكره سمكه عند البعض للاسف، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يهدر حقوق هذا الشعب. في مشاكل ما بنقولش لا، احنا ما بنطنطنش كل حاجه، الناس ليها اوجاع ومشاكل، واللي خايف على البلد بجد يرفع صوته للرئيس ويبلغه. ده مش معناه انه بيعمل اثاره، الناس عارفه كل حاجه. واي حد هيقول حاجه غير اللي الناس عايشاها وعارفاها يبقى بيكذب على الناس وبيكذب على نفسه وبيكذب على صانع القرار. ومش معنى الاوجاع والمشاكل اللي موجوده وبنقر بيها وحاله الكثيرين بتقطع قلوبنا، ما احنا ولاد الطبقه دي، ما احنا ولاد الناس الغلابه دول وشايفين. لما بروح المعنى بلدنا بشوف الواقع وبشوف الناس وبشوف اهلي وبشوف الدنيا ماشيه ازاي، والواحد بيبقى تعبان على الناس لان دول ناسنا في كل مكان وفي اي مكان. لكن ده مش معناه ان بلدنا ضايعه، لا، معناه ان في واقع مر احنا بنواجهه، لكن بلدنا بتخطو للامام وهتعدي. ولولا ازمه كورونا ومشكله روسيا واوكرانيا كان زماننا في حته تانية دلوقتي. طب ايه العمل؟ نترك الرئيس وحده ونقول ولا الضالين امين وكله تمام يا جماعه، ولا نلفت انتباه سيادته لبعض الامور اللي هو حاسس بيها ومفسر بعض امور مهمه للناس؟ يعني لما كان الناس بتتكلم على مشاكل خاصه بالاراضي وبقانون البناء، اول امبارح كان عندنا جلسه في مجلس النواب، كل النواب قاموا اتكلموا على المشكله. وعشان كده انا بقول للسيد رئيس الوزراء للمره العشرمية، يا دكتور مصطفى كل يوم بيعدي على الناس، الناس بتموت. اقول تاني يا فندم؟ اقعد اسمعها؟ ايه يا فندم اللي معطل الدنيا؟ ما احنا نقدر نخلص ده، هاتك بتسمع منينا كتير وانا راجل بحترمك واقدرك واقدر مجهودك، واي حد ينكر اي مجهود ده يبقى شخص جاحد. لكن انا بستغرب، انا بستغرب يا فندم، ده انت عندك وزراء ربنا اعلم وعندك محافظين ربنا اعلم، ما هو مش كل الناس بتشتغل ومش كل الناس بتنفذ التعليمات سليمه. في ناس والله العظيم مخليه الناس في الشارع هتطق.
احنا عارفين ان في تقارير بتطلعها الاجهزه الوطنيه، وعارفين ان الاجهزه الرقابيه واولها الرقابه الاداريه والمحاسبه العامه والجهاز المركزي وغيره وغيره بتقدم تقارير عن الفاسدين واللي مقصرين واللي بيعملوا مشاكل للبلد وبيصدروا مشاكل لرئيس الدوله ويعملوا حاله اعتقام في البلد من غير مبرر. يعني مثلا بيطلع وزير قطاع الاعمال ويقول لك انه هيصفي شركه جديده الايام الجايه وبعد كده هنقف، والنبي ايه؟ ايه المساله تخضع ليه يا فندم؟ معايير ايه؟ الشركه دي دمها خفيف والشركه دي دمها تقيل ولا معايير موضوعيه؟ هي شركه ايه اللي سيادتك شايف انها تتصفى؟ لو كانت شركه الكوك دي مشكله. وانا بطلب من رئيس الحكومه يا دكتور مصطفى هات رئيس مجلس اداره الشركه دكتور سيد الطيب اذا كان موجود دلوقتي، يعني ما اعرفش عنديش ما تابعتش حاجه اليومين اللي فات. على فكره هو اللي كان مصفي شركه القوميه للاسمنت، يعني ما حدش عايز يزيد عليه. هاتوا وشوفوا واسمعوا هيقول لك كلام على النقيض تماما من اللي قاله وزير قطاع الاعمال، ولو ما قالش كده يبقى اتحاسب. احنا طلبنا في لجنه صناعه من 6 شهور يجي، وطلبنا باستدعائه رسميا وما جاش، ما حدش جابه. لا رئيس شركه القبضه قال له تعالى، ولا السيد وزير قطاع الاعمال بامر، لا خليك يا عم خليهم يفضفضوا في لجنه الصناعه مالكش دعوه. بقينا بنفضفض يا باشا. مجلس النواب اللي مفترض يحاسب الحكومة عن كل شيء. أصل ما حد حكومة رايحة وحكومة جاية. إيه يعني لما وزير يخطئ ولا وزيرين ولا ولا حتى رئيس الحكومة، إيه يعني؟ ما نجيبه ونناقشه. هو مجلس النواب ده معمول ليه يا فندم؟ رقابة وتشريع. فما أجيش أنا في مجلس الصناعة آخد قرار عشان يجي والحكومة تطنشنا، ما أجيش في مجلس النواب 50 واحد اتكلموا 49 قالوا لأ. حديد والصلب لا، ونستدعي وزير قطاع الاعمال وما يجيش ولا يعبرنا. لا ما توصلناش الى درجه ان احنا نقول ما فيش فايده، لا مجلس النواب ليه دور والصحافه ليها دور والاعلام ليها دور، احنا موجودين بمقتضى الدستور مش منحه من حد، فلازم يتسمع صوتنا واحنا ناس مسؤولين عارفين بنقول ايه وما بنقولش ايه. الناس اللي بتعمل نفسها آلهة على آخر الزمن ومش عاجبك يالا تعالى يالا مش عارف مش عارف ايه 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 موظف روحوا بيتهم فلان اعملوا كذا فلان، طب انا هشعر بالامان ازاي؟ دولة القانون والدستور يجب ان تكون هي السائدة. احنا شعب عظيم واحنا شعب اسقط جماعة الاخوان بكل عنفوانها، ما خفناش خرجنا في الشوارع، ملناش حاجة غير الدولة دي، محدش فينا عايز مصلحة خاصة ولا حد فينا. ما هو في فترة الإخوان اللي كان المصالح اللي عايز يروح يمضي بس مجرد تسقف لهم، لا انحزنا إلى البلد وإلى الدولة لأن دي قضية فاصلة. كان اختلف مع نظامهم لكن دول لا، طمس الهوية الوطنية المصرية. وعشان كده الجيش انحاز الشعب والقائد العام خد الموقف، لكن ما اقعدش انحر في صوتي ورجل شمال ويمين وابص في النهايه ما فيش حاجه، ما يقعدش الرئيس ينحر في صوته اليوم شمال ويمين وكانه سيادته مطلوب يعمل كل شيء لوحده، يتلقى الضربات من كل اتجاه. لا لازم يبقى في حق الصد يحمي الدوله المصريه، ومش هيحمي الدوله المصريه اللي بتمرجح شمال ويمين، ومش هيحمي الدولة المصرية اللي اتعود على خيانة البلد دي والتآمر ضدها، ومش هيحمي الدولة المصرية اللي وقفوا مع الإخوان. وعشان كده حوار الوطني حوار الوطنيين وليس حوار الخونة اللي باعونا، مش اللي حرضوا بقى من بره ومن جوه على القتل. والنهارده يا فندم مستعدين نيجي ونتحاور، تحاوروا مع مين؟ ده احنا نتنقط فيها. عمين اشوف الوجوه الكالحة دي، ده انتم ما خليتوش حاجة لجيشنا ولا للقائد ولا غيره ولا غيره. كدابين بتوع الاشاعات دول اللي احنا عارفين اهدافهم عمرهم ما هيكونوا طرف في حوار وطني حقيقي. بعد المرار اللي عشناه على مدى سنوات بعد 25 يناير حصل فرز، عرفنا الصح من الغلط، عرفنا الكذابين اللي خربوا البلد
وعرفنا الوطنيين اللي كان همهم الدولة المصرية، اللي حرضوا لا يمكن يكونوا شركاء في مائدة حوار وطني. ولو شفناهم قدامنا هنشعر بغصة وألم شديد. احنا مع صانع القرار في انه يلم، بس اعتقد ودي لا تغيب عن صانع القرار، هو فاهم مين اللي معه ومين اللي ضد. مؤسسات فاهمة مين اللي ممكن يبيع البلد دي ويضرب كرسي في الكلوب ويبوظ اي حاجة في اي وقت. وبدأنا يعني بدأت تشوف بيانات بتطلع وشعارات بتطلع وكلام بيطلع ومش عارف ايه ومشروع العالمين ومش عارف، لابد امل العاصمة الإدارية، مش العاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية ولا مليون. طب شوفوا الأصول بتاعة العاصمة الإدارية كام؟ تقديرات أحد الخبراء لا تقل عن 500 مليار جنيه. جت منين؟ من بيع الأراضي. الدولة ما دفعتش حاجة. اللي إحنا شايفينه من حملات ممنهجة شفناه أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اللي تعرض لحروب لا أول لها ولا آخر، اللي زي ما بقول لكم علاء الأسواني طالع يقول في إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذاعة الجيش الإسرائيلي يا أبو الوطنية، إن عبد الناصر كان السبب في زرع كراهية الأجانب وطرد الأوروبيين من مصر، كانت خيبة. ومع كل ده يوم ما رحل عبد الناصر خرج ملايين البشر في مصر والعالم العربي والعالم الخارجي يبكون عبد الناصر. بيوتنا تحولت إلى محزنة وذكراها أصبحت خالدة حتى اليوم بغض النظر عن كل الحملات المسمومة. أوعى تفتكروا إن البطولة إنك تطلع تخبط وترزع وتعمل فيها شهيد فتتلقفك المنظمات الدولية والأنظمة، زي ما أخونا علاء ده تاني يوم تدوله دكتوراه في أمريكا بعد حديثه مع الجيش الإسرائيلي. لا، القوة والرجولة والإيمان والوطنية مش في خيانة البلد ولا الرقص على جثة الوطن، لا، حماية الدولة. حماية الدولة دي رسالة الجيش المصري، رسالة الجندي اللي قاعد في كل مكان، رسالة رجل الشرطة اللي بيحرسك. احنا كشعب، احنا كاعلاميين، احنا كناس حاسين بالبلد وحاسين باللي بيحصل فيها من انجازات وحاسين بالامال وخارطة الطريق والمستقبل، وكل يوم بيحصل لا يمسكوا لك ايه ولا ايه، السيسي قال 2020 هتبقى مصر مش عارف ايه، وهو اللي حصل في مصر قليل مش قليل، وهو الظروف كلها ماشيه كويس، الظروف مش ماشيه كويس في صالحنا، بنواجه كل يوم تحديات جديده، بس ما فيش حد ما لقاش وزازة زيت زي المانيا ولا زي بريطانيا. في غلاء واحنا كلنا زعلانين منه وعايزينه يخلص، بس برضه بقول لكم لما رغيف العيش الرئيس قال انه يعني نشوف حل في يوم من الايام نتيجه العبء اللي عامله على الموازنه العامه، توقف هذا الكلام وماشيه الدنيا مع الازمات. الرئيس قدر انه لازم يستمر هذا الامر لان احنا غلابه، شعبنا غلبان، فمحتاج لرغيف العيش بخمسه ساعات. والله ان شاء الله اكل مش خلاص، بس يبقى الرغيف ساترنا. يمكن لما بنتكلم عن المشاكل وبنتكلم على اوجاع الناس في الشارع وبعض المظاهر اللي ما تعجبش حد وبعض البهوات اللي تحولوا لآلهة وبعض الذين يتحركون باسم يعني مؤسسات ويتكلموا وكأن احنا الزعماء والقادة، بيخليني أنا كمواطن مصري بقف وبقول إنه الأمان في هذا الزمان هو في حماية الدولة ومؤسساتها. أنا مع جيش بلدي اللي بيحمي أمني واستقراري، أنا مع شرطة بلدي اللي رجالتها واقفين بيقاتلوا عشانك وعشاني. ومش معنى إن أنا بتكلم عن واقع في مشاكله في ايجابياته ان انا بسعى للاثاره. تاني يوم بقى الحرب الخفيه، هنضرب في فلان اضرب في علان، ما يهمناش. احنا يهمنا بلدنا واجهزه بلدنا.
ومؤسسات دولتنا، هو ده اللي يهمنا. انما احنا كبشر هنختفي، هترجي ترزعني قلمين، هتيجي تحطني في سجن مثلا ولا في ايه، مش مشكله، بس بلدنا، البلد دي اللي تربينا عليها من احنا صغيرين، اللي كنا بنحيي علامها بمدرسه المعنى الابتدائيه المشتركه، واحنا رايحين لابسين مرياله واقفين قدام العلم ونهتف تحيا جمهوريه مصر العربيه. هو ده الايمان، او تحيا الجمهوريه العربيه المتحده، احنا عشنا الفتره دي، هو ده الايمان بالبلد، بالرب يعيننا على كده، بحب البلد والانتماء اليه. فما بالك بالجندي اللي بيستشهد ودماؤه تسيل على الارض دفاع عنك وعني وعن بلد، ما بالك بقائد شغال ليل نهار. ايه اجي اقول دلوقتي والله يا جماعه مش عارف ايه ايه، اوعوا تفتكروا ان حملاتكم دي بوجوهكم الكارحه هتاثر فينا، اوعوا تفتكروا ان احنا بنتهز لاي سبب، لا، ولا هتزايدوا علينا في تبنينا لمشاكل الناس. احنا عارفين كل اللي بيحصل، وعارفين الام الناس ومشاكل الناس، ولكن حرصنا على البلد وكونوا عندنا امل في الخروج من كل الازمات بيخلينا نطلع وحنعدي. احنا يا جماعه مش بندعم القياده السياسيه عشان على راسنا بطحه او طمعا في شيء، احنا بندعمه لانه جه في مرحله تاريخيه صعبه وكلف من الشعب بمهام عديده. النهارده المؤسسات استردت عافيتها بعد ما كانت منهاره، عشنا مرحلة الفوضى العارمة، النهاردة في دولة أستطيع أن أستند إليها، في كيان وطني، في أمن، في استقرار. قبل كده دولة نسيت أن في حاجة اسمها مشروعات قومية، النهاردة عندي آلاف المشروعات القومية اللي كلفتني تريليونات الجنيهات. أنا النهاردة قدام قائد وطني مصدر ثقة. ما الثقة اتولدت إزاي؟ من مواقف، من دفاعه عن الدولة المصرية من يوم ما شفناه وهو رئيس للمخابرات الحربية في 25 يناير. اللي ما يعرفش الدور يمكن معذور، لكن كل من يعرف دور المخابرات الحربية جنبا إلى جنب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودور اللواء عبد الفتاح السيسي مدير مخابرات حربية جنبا إلى جنب مع المشير، وأنا كنت أشوف ده، يعرف قد ايه الايمان موجود ومزروع في كل ضابط وفي كل جندي. رئيس بيحافظ على الامن القومي، على تراب البلد، مش انت اللي قاعد بره ومرتزق هتتكلم النهارده على عبد الفتاح السيسي وتشكك في موضوع الامن القومي، لا، هو عارف كويس قوي، هو اللي اتصدى لموضوع تاجير اراضي سيناء وطلع القانون سنه 2012 في ديسمبر 2012 وحرضوا عليه. والله بعد خطاب الرئيس السيسي يوم السبت اللي فات، انا كنت مع رمز ديني كبير بحترمه وبحبه، كنا مجموعه حتى من الاصدقاء، وكان معانا عدد من النواب، كان دكتور محمد العماري واخونا حمدي سعد وغيرهم يعني ابناء قنا والاقصر. قال انه حاسس المره دي ان الرئيس عنده مراره من اللي بيحصل، وقال فضيلته يا ريت اللي مش عارف الرئيس عمل ايه وكيف انقذ البلاد يقعد على جنب، يا ريت الناس تتامل المشهد دلوقتي لو ما كانش السيسي موجود. سيناريو كبير، الكلام ما بيخلصش، وعلامات الاستفهام المتعدده بتطرح نفسها دايما، ماذا يريد هؤلاء؟ لكن أنا على ثقة إن رئيس الدولة مش هيسكت على أي أوضاع مش عاجباه. يمكن اللحظة اللي احنا فيها صعبة وحساسة نتيجة أزمات متعددة، لكن ثقوا إن دوام الحال من المحال، وإنه أي شيء سلبي هيتغير، وإن بعض الوجوه المقصرة
في كافة المناحي، حكومة ومحافظين وغيره وغيره وهيئات وغيره، دي مسألة وقت مش بعيدة عن صانع القرار. كلمة أخيرة بوجهها للرئيس السيسي كمواطن مصري، وأقول له بغض النظر عن المشاكل اللي على جنب واللي الناس بتعاني منها، احنا عندنا ثقة، احنا عندنا ثقة كبيرة بان احنا هنعدي الأزمة دي، وما عندناش بديل. البديل هو الفوضى. البديل زي ما انت حذرت اكتر من مرة ان احنا بنعيد تكرار السيناريو اللي فات، تتحبس الناس في بيوتها ويخرج البلطجية هم اللي بيسيطروا. سيبكم، ما فيش قوة سياسية تسيطر، لا، تطلع القوة السياسية وبتسلمها للبلطجية وتكسر الدولة وتدمرها. عشان كده أنا كمواطن مصري بقول لك ربنا معاك وإحنا معاك، ومصر هتعدي بإذن الله ولو كره الحاقدون، وما النصر إلا من عند الله. الحقيقة استفزتني تويتة من الفنان الهارب عمرو واكد، رغم أنه اعتذر عليها، لكن تويتة دي تهجم فيها على المرأة المصرية اللي بتدعم بلدها وجيشها وشرطتها ورئيسها. تقول للأسف عليها بألفاظ خادشة للحياء، طبعا دي قلة أدب. المرأة المصرية شاطر بألف رجل، المرأة دي هي اللي نزلت الشارع في ثورة 30 يونيو وانت مستخبي في حضن الإخوان، هي اللي واجهت التحديات، هي اللي خافت على بلدها وبيتها وقت الفوضى اللي حصلت بعد 25 يناير، وانت كنت واحد من المجموعات اللي تهجمت على الجيش والشرطة وزيفت الحقائق ودعت الى الفوضى. المرأة المصرية دي هي اللي خرجت وفوضت السيسي في 26 يوليو 2013 عشان يواجه الارهابيين اللي حاولوا يحرقوا البلد، هي اللي وقفت بالساعات قدام صناديق الانتخاب عشان تقول نعم للسيسي. المرأة دي هي أمي وزوجتي وأختي وأم كل مصري وزوجته وأخته. اعتذارك عن الإساءة لا يضمد الجرح الذي سببته للمرأة المصرية، وأنا بشكر الحقيقة كل الذين انتفضوا. بشكر مجلس القومي للمرأة ورئيسته دكتورة مية مرسي اللي وقفت دفاعا عن المرأة المصرية وسمعتها. المرأة المصرية تستحق منا كل التكريم، كل التقدير على دورها من البيت للمؤسسة للشارع للدفاع عن الدولة الوطنية. حديث الناس لا يتوقف، والشائعات لا تقل ولا تتراجع أبدا. الناس بتسأل أين الحقيقة في الحادث المأساوي لميكروباص المنيا اللي ذهب ضحيته 9 مواطنين وأصيب 5 آخرين. العديد من المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا بتنشر واقعة ورواية غريبة منذ وقوع الحادث يوم الثلاثاء اللي فات، بتقول إن سواق الميكروباص هو اللي تسبب في غرق الركاب بعد أن رفضوا دفع الأجرة، هي 15 جنيه بدل من 13 جنيه للفرد الواحد. ولما الناس رفضوا الاستجابة لسائق الميكروباص مشي بالميكروباص بسرعة هائلة وهددهم وقال أنا هسقط بالميكروباص في الترعة، وقفز من الميكروباص. الرواية المثيرة دي نفتها إحدى الناجيات من الحادث، ويمكن موضوع ميكروباص المنيا والشائعات اللي حواليه حسم الجدل فيها التحقيقات اللي تمت قدام النيابة، وقالت ان السائق لم يطلب أجرة زيادة ولم يهدد الركاب بالنزول في الترعة، وقالت ان السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق كانوا هم السبب في وقوع الحادث المأساوي، وقالت ان تحقيقات ايضا اثبتت تعاطي السائق للمخدرات. السؤال، مين وراء اختلاق مثل هذه الروايات ولمصلحة من؟ رواية مشت زي النار في الهشيم. قال ايه طلبوا زي ما قال 15 جنيه قالوا لا ترجع 13، قال لهم هوقعكم في الترعة، وبعدين قالوا ما صدقوش فقام نزل بيهم في الترعة. يعني كلام لا يصدقه عقل. فرجاء نحن نحاول ان احنا على الاقل
في مثل هذه الأمور نحن نقول الحقيقة، والحقيقة دايما بتقولها التحيات والنيابة العامة. كارثة جديدة شهدها الطريق الأوسطي أدت لوفاة وإصابات عديدة، وقبل كده قلنا مرارا وتكرارا أن الحوادث على هذا الطريق لن تتوقف بسبب العيوب الهندسية في تشييده، وده اللي دفع بالعديد من النواب بتوع منطقة حلوان أنهم يتقدموا بطلب لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي منذ عدة أشهر ويطالبوه بالتدخل لمواجهة الحوادث اللي بتتكرر على طول في هذا المكان عند 15 مايو، أزهقت عشرات الأرواح. دكتور مدبولي يومها أكد أنه كلف لجنة هندسية بدراسة المشكلات الفنية في الطريق، لكن الشهور بتعدي، الناس بتقع وبتموت، ولم يحدث أي جديد حتى الآن. يا دولة رئيس الوزراء ويا كل المسؤولين، إلى متى يستمر الموت يحصد الأرواح ويخلف عشرات المصابين بسبب أخطاء في تصميم محور مهم في الطريق الأوسطي؟ أتمنى أن احنا نجد إجابة. هو عموما مجلس الوزراء ما بقاش يجاوب على حاجة اليومين دول، يعني مش عارف ايه، قبل كده كان نشط جدا، انما دلوقتي بتروح المشاكل ما بنعرفش حتى مصيرها ايه، وكان الاعلام ده مش موجود زي مجلس النواب دلوقتي، نكتب التوصيات ولا حد بيقول لنا فينكم، ودي مشكلة، دي مشكلة يا حكومة، خلوا بالكم، اوعوا تفتكروا انكم بتريحوا نفسكم وبتريحوا العالم بالشكل ده، ابدا الصمت ده ما ينفعش. ده انت تقول له يا فندم شوف المسؤول بتاع الشكاوي اللي عندك ما بيتواصلش مع الاعلام ليه؟ وايه اللي هنفضل نقول في الكلام ومش هنخلص؟ لكن لو انا عندي رد حاسب انه الاوسطي ده هيحصل فيه كذا 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 هسكت، هقول، انما انا لما اقعد اتكرر الكلام ده يمكن ثالث رابع مره بهذا الشكل، ولما طلع توصيات في مجلس النواب 300 توصيه وما حدش يرد علينا وما حدش يستجيب لينا، طب وبعدين؟ طب وبعدين يا جماعه؟ ده الرئيس لما بيسمع كلمه بيرد عليها، لما بيسمع موقف بيفسره. انتوا مكبرين دماغكم معانا ليه؟ ما اعرفوا عن الدكتور مصطفى وراجل بيشتغل كتير وغيره وغيره، بيروح من الصبح لغايه بالليل، لكن اتمنى الفريق اللي حوالين سيادتك زي ما كان يتواصل قبل كده يتواصل مع الاعلام ويقول لنا والله الشكوى دي مصيرها كذا، لكن الصمت ده يقول ان احنا قفلنا باب الاعلام وقفلنا باب الشكاوى، وده ما ينفعش. على كل حال، في قريه بسيطه امنه من قرى اهلنا في الفيوم، جميع أهل القرية من الأقارب وأبناء العمومة الكل بيعيش في سلام ودون أي مشكلات، فجأة استيقظوا على جريمة قتل بشعة، أب في 65 من عمره وابنه أو ابنته اللي بتبلغ من العمر 27 عاما غارقين في دمائهم بعد ما اتضربوا بسطور. الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم استطاعت في أقل من 72 ساعة أنها تقبض على الجناة وتقدمهم للنيابة العامة. تقرير ثم نعود. الحادثة اللي حصلت عندنا يوم الاثنين اللي فات تقريبا حوالي كان يوم 23/5، كان في عمال مأجرهم الحاج إدريس أحمد بيحصدوا له في القمح في ميسم حصاد القمح، ومتعود إنه بيأجرهم كل سنة من حوالي 4 سنين 5 سنين أو أكثر. العمال دول من مركز سنورس، فكان بيقولوا هنا باستمرار، وكان بيعاملهم بكل أمان وكل ثقة، يودي لهم الأكل للبيت للغيط، يجيبهم هنا ياكلوا في البيت، وامنهم لدرجه انه اعتبرهم يعني من اولاده، ما بقاش بيعمل اي يعني ما فيش معاه في البيت على طول. وهم في نفس التوقيت كانوا بيخططوا لجريمتهم، نفذوها يوم الاثنين 23 فجر يوم الاثنين. ابنه دخل عليه صلاه الفجر عشان يصحيه يروح للغيط، لقى غرقان في دمه هو واخته عندها حوالي 27 سنه ضربينهم بالصدور على دماغهم وسارقين البيت وعاملين عمايل لا تعمل. طبعا الجريمة دي احنا بالنسبة لمجتمعنا جديدة علينا، يعني عمرنا ما كنا نتخيل ان تحصل جريمة زي دي في عزبة زي دي نهائي. يعني لما حصلت الجريمة يعني بدأت الناس حتى تشك في بعضيها، يعني مين اللي هيجي من برا، مين اللي يعني زي كذا يعني. فرجال المباحث مشكورين، يعني احنا برضو بنستغل الفرصة دي وبنشكرهم شكر كبير جدا انهم قاموا بمجهود يعني جبار. في خلال قبل 72 ساعة كانوا جايبين الجناة، والحمد لله وقبضوا عليهم.
اسرق وسيبهم يعني مش مشكلة، تكون الجريمة أقل، لكن تسرق وتقتل وانت واكل معاه. الليلة اللي الصبح والصبح عملوا الحادثة دي كانوا متعشيين عنده في البيت، والبنت مجهزة لهم أكل يوم الحد بالليل ونفذوها فجر يوم الاثنين، يعني بيأكلوا وبيشربوا في بيته وبيخططوا لجريمتهم. طلع نصلي الفجر، طلعت من المسجد وانا نصح أبويا للحصاد، لقيت أبويا غرقان في دمه. جريت على ابن عمي، جريت عليه بعديها بشوية أموت وأختي لقيتهم غرقانين في دمهم. جريت على ابن عمي، جبت ابن عمي عشان نصحيهم برضك، لقيناهم برضك غرقانين في دمهم. طلبنا عربية الإسعاف. بعد كذا جرينا بقى العزبة تلمت وديناهم للمستشفى. والله الواقعة دي واقعة غريبة شوية، يعني غريبة في مجتمعنا وغريبة في مكاننا. احنا ناس أمنين ومسالمين وطعامين عايش، أي حد نتعامل معاه سامع إن الراجل ده مكنز وعنده فلوس وبيدبر، بياخد المقاولة بقى، يجي حصاد القمح بيجيب معاه ناس ونديله المقاولة، القمح مقاولة كده، ده بألف، ده بألفين، ده بخمسة، نديله مقاولة. الكلام ده بقاله 5-6 سنين عميلنا، يعني عميل بس من الحصاد للحصاد، يعني معاملتنا معاه من الحصاد للحصاد. يجي ياخد المقاولة بياخدها أنقص من المقاولين التانيين، بياخدها أنقص. تبيه بقاله 5 سنين كل سنة يسرق. على فكرة وسمع انه قريبي ادريس ده ابن عمي، سمع انه عنده فلوس، دبر في هذه الفكرة الشيطانية. لما عمل العملة بتاعته دي، الجريمة بتاعته عملها، راح للغيط وقعد يشتغل ويحصد تاني يبعد الجريمة وتقبض عليه. احنا نشكر طبعا المباحث، نشكر مباحث الفيوم بالكامل، طمية، غرطمية، مدير الأمن، السيد وزير الداخلية، نشكر جميع الجهات المسؤولة كلها. إدريس الله يرحمه كان رجل عمره لا بتاع نميمة ولا بتاع سيرة ناس، ولا عمره زعل حد، ولا يعني كان راجل في قمة الطيابة وكان راجل في قمة حالة يعني. فالله يرحمه عمره ما سلف حد شر، يعني على مدى الحياة عمره قريب 70 سنة ولا 65 سنة، والله عمره ما سلف حد شر. فأولاد الحرام طبعا ما بيخلوش حد في حالة، الله يرحمه ويغفر له. وإحنا كل بالنسبة للعيلة يعني كلها زعلانة عليه والأهل كلهم زعلانين عليه. عم إدريس كان راجل مسالم، ما فيش بينه وبين أي حد هنا عداوة ولا في المنطقة ولا برا المنطقة. وبالنسبة لأولاده يعني دول أمه متوفت من سنتين ما تيتموش، أولاده دول مبروكة وأحمد وإبراهيم ومسعود ما تيتموش، ما شافوش يتم، تيتموا بعد ما باتت حنان. وقلنا احنا طالما لقناه جو بالسرعه دي احنا نخلي الامور في يد الحكومه وفي يد الدوله والقصاص، لانهم اعترفوا في الشرطه واعترفوا في النيابه جريمه ثابته ما فيها شك، وحتى شكل الجريمه يعني حاجه عمره ما حد يتخيلها. وبعد انا عايز اي القصاص، اما حاجه القصاص والعدل. يعني طلبنا القصاص، احنا لا عايزين نخش في دم، لا عايزين نغرق في دم، لا عايزين نتلوث بدم، ولا عايزين اي شيء. واحنا وسط القبائل، وانتم عارفين القبائل دي حكومه قبضت عليهم واحترفوا امام المباحث واحترفت امام النيابه، يبقى عايزين القصاص العادل في اسرع وقت. الحقيقه موقف محترم من اهلنا، وهو العوده الى القانون، سواء الكلام اللي قاله الشيخ عبد الله الاصفر او كل الذين تحدثوا. والحقيقة يعني في إشادة بدور أجهزة الأمن، بدءا من تعليمات وتوجيهات السيد وزير الداخلية
واللواء علاء سليم مدير الأمن العام، مرورا باللواء ثروة المحلاوي ومساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، والحقيقة هو من العناصر الكفأة منذ أن كان رئيسا لمباحث المعادي في يوم من الأيام، وكل جهد بيبذل بالتأكيد يضيف إلى أجهزة الأمن وأجهزة الشرطة. انشغل أبناء البحر الأحمر في الأيام الماضية بقصة الشاب محمد غزالي، وده شاب عنده 40 سنة، عامل فني بشركة مصر للطيران، متزوج وعنده بيعول 4 أفراد. تعرض لأزمة صدرية حادة نتج عنها ألام شديدة بالصدر، خد باله بعضه وراح يعني عند شقيقه علي غزالي، خدوا بعضه وراح مستشفى سفاجة المركزي يوم الاثنين الموافق 16 مايو الماضي. راح حوالي الساعة 5:30 مساء، دخلوا استقبال قالوا له انه هيتم عمل التحاليل اللازمة ورسم قلب وهيتم ابلاغ الاقصاء. انتظر الاهل كثيرا حضور الطبيب لفترة تجاوزت الساعة، ولما حضر من عيادته سادته حالة من السخط والشتائم وكلمات لا تليق بمهنة الطب اللي احنا بنقدرها ونحترمها. وحسب رواية شقيقه علي غزالي، دخل الدكتور على شقيقه محمد غزالي اللي بيتألم واخذ ينهره ويعنفه وقال له انت ما فيش حاجة عندك، انت بتمثل وبتهرج، وتم اخراجه من المستشفى. بعدها اصيب بانهيار عصبي وتوفي بعد فترة وجيزة. احنا معانا الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر لمعرفة ملابسات ما جرى. مساء الخير يا دكتور. الحقيقة يعني اللي حصل ده عامل رد فعل سلبي عند كل الناس، واحنا عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط. مصطفي والساده المشاهدين جميعا، احنا وصل لنا الحدث في يوم السبت اللي فات عن طريق الاهالي وعن طريق السوشيال ميديا، فانتقلنا بسرعه لمستشفى سفاجه وفحصنا التذكره الطبيه وامرنا بعمل تحقيق مع الطبيب ومع اداره المستشفى ومع التمريض المسؤول عن الحاله، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه من ايقاف الطبيب لحين انتهاء التحقيقات وتحويل الموضوع امس الى النيابه الاداريه لفحص الموضوع تماما، وتمت مقابله الاهالي في مكتبي وتواصلت معهم لمعرفه الملابسات الحادث جميعا، وان شاء الله باذن الله نوفيكم بنتائج التحقيقات باذن الله. تسلم يا دكتور مصطفى. ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، شكرا جزيلا لك على هذا التحرك السريع، الف شكر. الحقيقة قضية المستريح في أسوان وفي غيرها يعني الحقيقة نالت اهتمام وزارة الداخلية بشكل كبير جدا، ولما كنا مع سيادة الرئيس يوم السبت اللي فات وبعد اللقاء أنا وقفت مع السيد وزير الداخلية الحقيقة واتكلمت معاه فيما يحدث في أسوان والمشكلة اللي عانى منها أهلنا، وسيادته قال لي عدد المستريحين حوالي 38، والجهات الأمنية بتمارس دورها في مواجهة هذا الحادث والحوادث الأخرى، في حوادث أخرى جرت في أكثر من منطقة، وتم القبض على مثلا مستريح الاستثمار عقاري بإسكندرية جمع 17 مليون، قبض على مستريح السيارات بأسوان اللي قلنا عليه محمود نجار، والقبض على خالد سمان مستريح كرداسة، القبض على أحمد زعامة مستريح أسوان اللي كان معنا على الهاتف، القبض على مستريح بالشرقية نصب على ضحاياه في 265 مليون، القبض على مستريحة في سوهاج، وكمان اتقبض منذ يعني أمس على بطاطس اللي هو العقل المدبر لمصطفى البنك، واتقبض عليه في اسكندرية. الحقيقة كان اشترى عقارات بالاموال اللي خدها من اسوان. شوف يعني حد بيدي حد الفلوس بتاعت الناس الغلابة يروح يشتري بيها عقارات او يشتري بيها اي حاجات، يعني دول الوسطاء اللي لازم يتشاف لهم حل، لانه اهلنا في اسوان والله يا فندم والله كل بيت فيه محزنة، كل بيت فيه محزنة، وكمان التحقيقات بتثبت ان في ناس حطت عشرات الملايين ورفضت تقول، مكسوفة من انها تقول،
وفي أسماء توصلت إليها جهات التحقيق وهتبقى فضيحة اليوم لما واحد يحط 10 مليون وبعد كام أسبوع ياخدهم 15 مليون. منين ده؟ على حساب مين؟ على حساب الغلابة وأموال المساكين. ثم أنت كمواطن راح تدخل ربا إزاي؟ طب الغلابة دول وضعهم إيه؟ وضعهم إيه؟ قلت لكم كنت بدردش مع السيد محافظ أسوان الأسبوع اللي فات وبقول له يا فندم هتعملوا إيه في الناس دي؟ لأن الناس دي واخدة قروض من البنوك وقروض كبيرة، اللي واخد له 400,000، اللي واخد له كذا، اللي رهن عربيته، اللي عزبة الماشية بتاعته وداها، الحوش وداها، ادي اللي والله العظيم الناس في أسوان بتبكي بدل الدموع الدم. طب هنسيب الناس دي كده؟ طب ما الناس دي فلوسها راحت فين؟ الأموال دي راحت فين؟ بلحة؟ ولا اداها لحد والحد ده اشترى له بيها حاجات ولا غيره؟ ويعني هاخد 3 سنين واطلع اتمتع بالفلوس، اسيب لهم اسوان واطلع. طب الناس دي هتتساب يا فندم؟ كل حد خد قرش لازم يتدور على القرش ده وداه فين؟ عشان الناس الغلابه البهوات الكبار اللي راحوا يا فندم وخدوا وحطوا فلوس مش عايزين يعملوا بلاغات، مكسوفين. بس جهات الأولاد اللي مسكوهم بدأوا يتكلموا وبدأوا يقولوا هذا الكلام. على كل حال احنا في انتظار الأيام القادمة، قد تكشف عن مفاجآت كثيرة، لكن يبقى هم المواطنين في أسوان همنا، ومش هنسيب هذه القضية وهنتابعها بإذن الله. أثارت تصريحات دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بشأن ضرورة إعانة زوجة تزوجها، يعني تقول لزوجة زوجة زوجها على زواج بتانية بتقول له يعني إيه ممكن تتجوز حتى لا ترتكب الفاحشة. الكلام ده أثار جدل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن معانا الدكتور أحمد كريمة. دكتور، ما صحة هذا التصريح أو ما تفسيره عند سيادتك؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيي النائب المصري الأصيل المحترم مصطفى بن بكر، ربنا يبارك فيه. أولا يا سيدي يوسفني أن أقول أن الكلام كان مجتزئا عن سياقه. يا سيدي أنا لا أتحدث عن التعدد للزوجات، لا رغبة ولا رهبة، ولكن الموضوع يتلخص في أن تقريرا عرض في التلفزيون من المغتربين، فواحد يسأل لو أنه أقام عدة سنوات في بعثة تعليمية أو دبلوماسية أو لأكل عيش إلى آخره، وكان يعاني عدم المال لاستخدام الزوجة، أو كان في تعقيدات في الفيزات أو التأشيرات، فماذا يصنع؟ وكان يطوخ إلى زوجة، فأنا قلت له أن يتزوج بأخرى، وأناشد الزوجة الأولى أن تساعد زوجها في الحلال من باب الإعانة على الطاعات والقربات فقط. نعم، هذا ما قلته. فإذا ببعض الناس يحرفون الكلم عن مواضعه، وابتدت بعض المؤسسات النسائية أنا لا أسميها بيقولوا يعني أن دي دعوة للتعدد ومش دعوة. ما له التعدد؟ ما هو ذكر في القرآن على أنه مباح. قال الله في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم نقول أيهما أقرب للطهارة، الحليلة أم الخليلة؟ نعم يا سيدي مصطفى، نحن نعض بالنواجز على أن يكون أو أن تكون الأحوال الشخصية للمسلمين في إطار الشريعة الإسلامية، لأن الزواج وفرق عقد الزواج كلها من أجزاء التشريع الإسلامي، لكن البعض يريدون تقييدات وتمييعات لتحويل الزواج من إسلامي إلى زواج مدني. هذا مرفوض شكلا وموضوعا. نعم. يعني سمعنا من يقول بإلغاء الولي في عقد الزواج، من يقول إن الزوجة إذا أراد التعداد لابد من موافقة القاضي أو موافقة الزوجة الأولى، ومن الناس من يروج لحق الكد والسعاية في الأعمال المنزلية.
ومنهم من يقول ان المطلقة والارملة تقاسم الزوج في نصف ثروته، كلام ما انزل الله به من سلطان ويناقض ويخالف الشريعة الاسلامية جملة وتفصيلا. على كل حال يعني هذا المشروع لسه ما تناقش، اللي هو مشروع قانون الاحوال الشخصية. شكرا لك دكتور احمد كريمة، استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر. طلاب وطالبات كلية الإعلام جامعة سويس أطلقوا حملة بعنوان قوي قلبك، حملة توعوية هدفها مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من حالات انتحار للعديد من الفتيات. الطلاب أطلقوا الحملة ضمن مشروع التخرج بهدف وقف نزيف الدماء لذلك الموضوع الأخطر. الهدف الأساسي من الحملة هو مواجهة هذه الجرائم ونشر ثقافة الوعي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بأقصى درجات الأمان، وبهدف دعم الفتيات التي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، واقترحوا أيضا طرق الدفاع للذين يتعرضون، فضلا عن توجيههم للتعامل مع كل الأساليب التي يمكن أن تؤدي إلى حمايتهم. فاصل ثم نعود إليكم مجددا. مشروع مستقبل مصر هو شرياننا النابض في الصحراء الغربية، إنها بداية جديدة لزمن جديد من الممكن أن يتحقق فيه ومن خلاله الاكتفاء الذاتي لكثير من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية. في يوم السبت الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع العملاق، 350 ألف فدان تم إنجازهم وزراعتهم في منطقة صحراوية لم يكن فيها لا زرع ولا ماء، حفروا على بعد 350 متر. كان هناك رجال يؤمنون فعلا بالعزيمة والإصرار بهذا الوطن ومستقبله. هؤلاء لم يكونوا فقط هم رجال القوات المسلحة الذين يتحملون هذا العبء، ولكن أيضا إلى جوار رجال القوات المسلحة كانت هناك العديد من الشركات والعديد من رموز القطاع الخاص الذين يقفون أيضا جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، والذي في تقديري هو أمن قومي لهذا البلد. معنا اليوم واحد من هؤلاء، الأستاذ جابر السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية. أستاذ جابر أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم والجمهور. أنا عايز أعرف هذا المشروع من وجهة نظر مواطن وشخص عمل في هذا المشروع. أولا بهنئ الشعب المصري كله قيادة وشعبا بهذا الإنجاز العظيم. عايز أتكلم عن هذا المشروع، ليس وليد أو كان هناك محرك لإنشاء هذا المشروع، إنما هكذا تكون طبيعة القيادة السياسية، العمل الاستباقي الممنهج. يعني نسمع يقول لك احنا عندنا خطة هنعمل كذا، مين إلى إذن هذا المشروع ليس ناتج عن كوفيد 19 ولا عن الحرب الروسية، إنما هي دي طبيعة المرحلة التي تحكم فيها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل الطبيعي. هذا المشروع بدأ من 2017. البداية كانت باجتماع للمستثمرين، جماعة يا مستثمرين احنا هنعمل 1 2 3، البيبان مفتوحة لكم. وهذا عكس اقاويل الكاذبين ان العمل يقتصر على القوات المسلحة. احنا اتكلمنا الاول الافضلية، احنا عندنا مشروع قوامه 1,050,000 فدان، هنبدأ المرحلة الاولى فيه والتانية حتى وصلنا ل 350,000 فدان. طب نتكلم، عادنا احسن حاجة مصطفى بيه في الدنيا ان يكون هناك نسق نسق اجتماعي منتظم، يقول لك الساعة كذا في يوم كذا هسلمك كذا، وده كان واضح جليا وساعدنا قوي احنا في العمل مع القوات المسلحة. في ساعته وتاريخه سيف ويتم الانجاز. مشروع يقوده شاب،
يقودوا الشاب هنا هنا مقدم هنا. انا عايز اقول للشباب انتوا بتقولوا احنا عايزين نموذج، اتفضلوا اتفرجوا على هذا النموذج من الشباب الذي يدير شركة قوامها او رأس مالها ما يقرب من التريليون جنيه. فاحنا عايزين نقوله يعني بصوا على الشباب قبل المشروع، ادا شاب بيقود مشروع قوامه تريليون جنيه بكل دقة، بكل دقة. دي من ناحية الشباب عشان يبقى لكم نموذج، اذا كنتوا بتريدوا نموذج ناجح فانظروا الى هذا الطيار، وفي لغة الطيارين مسمينه الطيار يافت. بهاء الغنام من الطيارين او المقدم، هو من البحيرة كمان بالمناسبة، اساسا من البحيرة. مقدم طيار يافت. مش ان هو كان قاعد وبعدين قال، لا، من الطيارين المشهود لهم. يبقى اذا احنا كسبنا رقم واحد ايديا للشباب. رقم اتنين المشروع بقى. المشروع ده حضرتك ان حبينا نتكلم عنه ونرجع سنة لورا، التغير المناخي. وهناك دول بتدرج تلت ميزانيتها للتصدي للتغير المناخي. صحيح. طيب التغير المناخي هيعمل ايه في الدلتا القديمة؟ التغير المناخي في الدلتا القديمة هيجعلنا بين امرين. اما انخفاض في الانتاج، او فرضية انتاج بعينه ان احنا نزرعه بسبب ارتفاع مية البحر وارتفاع منسوب المياه الجوفية. شفت فضل ربنا وما توفيقي الا بالله. الدلتا الجديدة جاية علشان احدى اساسيات الدولة المصرية للتصدي الى عملية التغير المناخي. الدلتا القديمة بتاعتنا هيحصل لها يا اما ضعف انتاج، يا اما اختيار محصول بعينه يزرع فيها. شفت فضل ربنا ان احنا بنعمل دلتا تاني. طيب الدلتا بتاعتنا القديمة مشروع حياة كريمة عشان يرتقي بأهالينا في الريف من خلال التخطيط الغير مدروس، هندفع تريليون جنيه علشان ننظم لهم شارع، وعلشان ننظم لهم طريق يمشوا فيه، وندخل لهم البنية التحتية التي تليق بيهم، لأن الشعب المصري في التوصيف بتاعه 50% فيما لا يقل عن 50% عملونا في الزراعة. فبالتالي قدام مني دلتا تانية هتوفر عليا التريليون جنيه بتاع حياة كريمة، لأن أنا هنظم وهعمل تخطيط عمراني جيد جدا، وهعمل حياة كريمة بدون مصرف فلوس عليها. فإذا هذا المشروع يضم نماذج شبابية نقتدي بها، علمية بنقول فيها يا جماعة احنا كنا لازم نصل الى مرحلة ان الدلتا سيحدث فيها ما سيحدث نظرا للتغير المناخي. رقم ثلاثة والمهم، الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك في مصر. المشروع مش هنتكلم، انا شايف الناس كلها منبهرة بهذا المشروع، ولكن انا بتكلم في حقيقة المشروع التي لم يغطيها الكثير من الناس. هذا المشروع، هل تتخيل مصطفى بيجي ناس من الفيوم، ناس من المنوفية، من البحيرة، فعلا يركب الميكروباص ويروح بيته آخر النهار. صحيح صحيح. من مكاننا هنا، من تصويرنا، أركب مع حضرتك العربية 25 دقيقة ل 30 دقيقة نكون في قلب المشروع. إذن إن أنا أسواق الجملة الكبيرة، الخضار والفريش، أو 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 أو، عملية وصوله عملية سهلة. طيب المشروع ده بيعلمنا حاجة تانية، خلاص عايزين نحط نقطة من أول السطر، نكتفي بالتصدير الفريش، إنما يتم التصدير بإضافة القيمة المضافة. يعني أنا بنتج بطاطس من المشروع، لا، هصنعها قبل ما أصدرها. بنتج من المشروع بنجر، أنا عندي المصانع التي تحتاج هذا البنجر. القيمة المضافة أعلى بكتير من الإنتاج نفسه. هيتعمل عندنا مجمع صناعي كبير قوي، هيتعمل عندنا مصنع لمعجون الطماطم، للخضار المجمد. كل الحاجات دي استوعبنا قبل ما نتكلم عن الأزمة الأوكرانية أو كوفيد-19. نحن لدينا تحدي أكبر بكثير من ذلك، وهو التغير المناخي. طب التغير المناخي ده هيحدد لنا إمتى نزرع؟ مش هيبقى كيف. فهذا المشروع من حيث العائد الاجتماعي قبل الاقتصادي هو حاجة فعلا تؤكد وما توفيقي إلا بالله. هذا الرجل القائد المؤمن لديه حب شديد وصدق داخلي
فبالتالي ربنا بيوفقه. فهذا المشروع في كل المقاييس مشروع نفخر أننا جزء منه. أنا وأنا قاعد هناك بسأل، رحت طبعا جولت وسط العمال وبتاع، وبسأل أحد العاملين بقول له إيه رسالتك لصاحب هذا المشروع أو الذي فكر بهذا المشروع الرئيس في التعسيسي. قال لي قول له إنه في مواطن مصير عامل بسيط بيدعي له إنه فتح بيته. أنا كنت ما بشتغلش بس بيتي اتفتح. على كل حال يعني حدثني عن الاكتفاء الذاتي، كيف نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في ضوء الخريطة الزراعية بتاعت هذا المكان؟ أكون واضح مع حضرتك، ما فيش دولة في العالم تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي، وهذا لعدة أسباب، أسباب مناخية. يعني أنا النهاردة حضرتك وبتطلبوا من كل القيادات أن احنا يكون لدينا اكتفاء ذاتي من القمح. طب انا هقول لحضرتك، طب ما انا هزرع محصول تاني بيدر دخل اكثر بكثير من انتاج القمح. يعني انا النهاردة لو زرعت فراولة بصدر الفراولة واجيب قمح. طب انا لو زرعت بطاطس للتصدير واصبحنا لدينا طلب غير عادي على المنتج المصري لما حدث من ثورة صناعية زراعية في مصر، لو أنا صدرت 10 طن بطاطس من الفدان قوامهم 3500 دولار، فدان القمح بينتج 3 طن. التلاتة طن في أعلى سعر حدث له 434 دولار. أنا في فدان بطاطس أشتري إنتاج 3 فدادين قمح. يبقى إذن إحنا مش عايزين نصعب الأمور علينا، لأن هذا ما حدث في ندرة سلاسل التوزيع راجع إلى الحرب الأوكرانية. طبعا. إنما الناس دي هيفضل طول عمرها عندها قمح، لأنهم حضراتكم بيشتغلوا إنتاج على مية المطر. يعني مش هتلاقي قمح عندهم ب 434 على طول، هو ناتج عن الاضطرابات التي حدثت. فاللي أنا بقصده أن احنا عايزين نستغل كل جزء في أرضنا يصلح للزراعة، ولا ننسى أن المية عندنا بحساب. أنا هطلع مية عشان أخد كام، والكام ده أستورد بيه. فحتة أن أنا عايز يكون عندي اكتفاء ذاتي، أنا عندي اكتفاء ذاتي مثلا من حاجات كتير، طب ما أنا بصدرها وهكذا. حتى سبحان الله الزكاة في الإسلام تؤكد أن اللي عنده تمر بيتصدق بيه للي عنده قمح. إذا عملية التغير المناخي بتؤدي إلى التكامل. فأنا شايف إن إحنا ننتج ونصدر ولا نقحم أنفسنا في عملية الاكتفاء الذاتي. وده من منظور شخصي أنا بقوله، وأتمنى إن المصريين ما يضغطوش على الدولة المصرية في إن لازم لابد أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من القمح. طب ما احنا عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، بصدر له حاجه هو ما عندوش منها اكتفاء ذاتي. ففي تبادل تجاري نشاط. ده رايي في حته الاكتفاء. انما احنا عايزين نستغل الاراضي الجديده الخاليه من الامراض استغلال جيد. في ان انا انتج محصول نقدي عالي يرجع لي عمله صعبه كويسه استورد بيها كل شيء محتاجه البلد. انا السنه دي مثلا عامل 2 مليون طن في البنجر في نفس المكان. 2 مليون طن في البنجر. نعم. في نفس هذا المكان. نعم. نعم. مطلوب، ولولا هذا المكان ما حدث ذلك. ليه بقى؟ شوف طبيعه التربه. ما انا عايز اسالك ليه الضبع بالذات؟ ليه المنطقه بتاعت ليه المنطقه الغربيه؟ اولا اللي حصل حاجه مهمه قوي، الطرق خلي بالك البنجر معليك الشاحنات اللي بتنقله شاحنات عملاقه بتشيل 70 و80 طن و120 طن عايزه طريق قوي. طيب البنجر ده عمليه النقل من مناطق الانتاج الى المصانع كلما قلت في الوقت كلما زادت الجوده. فلما تلاقي مثلا المصانع الرائده في مصر بدون ما اسمي مصانع، مشروع مستقبل مصر والضبعه قلب فوق الاربع مصانع عملاقه في هذا المكان. طب ليه البنجر؟ انت تعرف ان احنا لو زرعنا البنجر في الاراضي الدلتا القديمه، ان حضراتكم واهالينا في الريف عارفين ان انا
بحصد يدوي هحصد ايه يدوي؟ هحصد يعني نبات بنبات. انما تروح ارض ساند سويل سهله على الميكنه الحديثه، سهله في الزراعه، سهله في الحصاد، انت ما تقدرش تنتج 2 مليون طن بميكنه، لان تفتت المساحات في الريف، ده عنده نص فدان وده عنده فدان. هذا العمل لا تستطيع ان تميكنه. فالسر من اسرار هذه المشاريع الجديده بعيدا عما تنتجه الدلتا، انك تستطيع ان تطبق القوانين الزراعيه وتكنولوجيا الزراعه الحديثه فيه بعكس الدلتا بسبب تفتيت مساحات الزراعيه في الدلتا. لا تستطيع ان انت تشغل ميكنه في الدلتا. فدي حقيقه ان نغزو الاراضي الجديده. السبب الرئيسي ان انت تستطيع انتاج بشروط. احنا النهارده الشروط في المنتج الزراعي المصري اللي بيصدر شروط ليست سهله، بتحتاج الى اراضي بيور فيرجن، كمان الميكنه العملاقه دي عايز اراضي واسعه. فبالتالي اذا كنا نريد النهوض بالقطاع الزراعي علينا القطاع الزراعي التصديري علينا اللجوء الى الاراضي الجديده ونجعل اراضينا في الدلتا لتغطيه احتياجاتنا من الخضار الفريش ومن كل مستلزماتنا الغذائيه. طيب الرئيس تحدث عن قضيه التقاوي وطالب بازاله كل المعوقات التي تعترض، يعني ان تكون لدينا تقاوي اكثر قدره على انها تحقق نتائج افضل داخل الاوساط الزراعيه، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ التحقيق ده سهل جدا، ان انت تنتج تقاوي في مناطق جديده معزوله. انت عايز عشان تنتج تقاوي عايز عزل مكاني وعزل زماني. هذا لا يتحقق في الدلتا القديم. لازم يكون في اراضي جديده. ان انا يكون عندي ارض جديده عشان انتج التقاوي، وعايز هناك عزل ما يكونش في جيران ليا، فده ليتحقق في الزراعات الجديده في الدلتا الجديده. نظير ذلك الدولة ما وقفتش، احنا عندنا في عمل جيد قائم في تطوير انتاج تقاوي القمح. شغالين فيه كويس قوي. وصلوا الى ان في انواع من القمح هيوصل ل 30 ارتب. 30 ارتب. في انواع من القمح هتوصل هو حاليا 18 او 19. او 18 ال 20 ده الرائد. هنقوله متوسط 18 ارتب. لا في شغل شغال على ان احنا نوصل ل 30 ارتب. باختيار التقاوي مهم جدا. التقاوي مهم جدا، والرئيس اكد على ان انتاج التقاوي مهم جدا. وفعلا احنا النهارده عشان هنزرع فول للزيت. فول الصويا. فول الصويا. بننتج التقاوي فيه. عباد الشمس الالف فدان اللي هيتزرع عشان انتاج التقاوي. فانتاج التقاوي مهمه ليست بالسهله ولا بالهينه. لان انت النهارده فدان بيجيب 30 اردب وفدان بيجيب 15. انت بتتكلم عن امن قومي بجد طبعا. وعندنا اساتذتنا اللي شغالين على هذا الموضوع بكل دقه في معاهد البحوث كلها. شغالين على النهوض بالتقاوي. فعلا. طيب ايه قراءتك للتوجيه الرئاسي بالتعاقد على الزراعات التعاقديه؟ مهم جدا. مهم جدا ان يكون هناك اسبقيه في التعاقد لعمليه المزارع المصري يقدر يحسب تكاليفه. يعني احنا النهارده لو كان هذا السعر للقمح قد عرض قبل الزراعه لتضاعفت كميه التوريد. فلما انا النهارده اقول للمزارع المصري نوفمبر القادم هتزرع قمح، هديك سعر وات ايفر 900 جنيه. يبقى هو من هيزرع قمح. هيزرع قمح. طيب عندنا كمان الذرة احنا فيه دلوقتي. انا سامع ان في جلسات كتيره مع سيد وزير الزراعه ومنتجي الدواجن واللحوم على كافه القطاعات، ان هم هيقعدوا يحطوا سعر ان احنا
نبدأ نتعاقد على توريد الذرة من الفلاح المصري للجهات اللي هي تقدر تعمل عملية تنظيم ما بين هؤلاء المربيين والمنتجين في خلال قانون أو في خلال منظومة هيحددها وزير الزراعة سعريا وكميا. فدي حاجة مهمة جدا طبعا. ولكن أستاذ جابر كثيرون أو مش كثيرون بعض العناصر خلينا نقول لا تزال تشكك في كل ما يحدث من إنجازات واعتبروا أن ما حدث كأنه لم يحدث على أرض الواقع. أنت كمواطن ومشارك في مشروعات متعددة متعلقة بالإنتاج الزراعي كيف ترى الصورة؟ أرى الصورة بيقولوها عندنا دايما الناجح دايما تكثر أعدائه. الشعب المصري في ظل هذه الفترة التي يقود فيها البلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عرف طريقه. ولدينا أعداء عندما نعرف طريقنا يبذلون قصارى جهدهم لإرجاعنا للمربع صفر. بنقول لهم من هنا الشعب المصري اقتنع وشاب بنفسه ان احنا مش بنحط حجر اساس لمشروع، احنا بنفتتح مشروع. برد عليهم واقول لهم انا مواطن مصري بستثمر في الزراعة حبا في الارض. اول مشروع عملاق اتعمل تم دعوتنا كلنا وقالوا لنا تعالوا شوفوا انتوا عايزين ايه نعملوه وتكون الشراكة بيننا شراكة استراتيجية في اي شيء. سوري فن. فبالتالي اللي انا بقصده بقول لهم كفاكم كفاكم تضليل، كفاكم افك، مصر اتقدمت. مصطفى بيه انت احنا كان بيتقال لنا اتلموا كلكم في اوضة واحدة عشان ما فيش كهرباء او تشغلوا تكييف واحد. النهاردة عندنا مشروع مستقبل مصر قوامه 1300 او 1250 ميجا وات. كانوا كانت الطرق كانت كنت تشوف حالتها حضرتك طبعا. وبعدين عايز حاجه اقولها، بقول لهم من ضمن اقوالكم بتتكلموا على ارهاق الدوله المصريه بالديون. لا، مشروع زي مشروع مستقبل مصر تكلفته ساعه ما هيتم عمله ويطرح للمستثمرين هترجع الفلوس كلها في مسافه سنه. ويستغل المستثمرين كل على قدر استطاعته هذا المشروع. تخيل مشروع قوامه 2.2 مليون فدان، لو احنا قسمناه على الناس بدون استصلاح هياخد 200 سنه وهيتخانقوا مع بعضهم. انما الدوله عملت بنيه اساسيه جابت ميه اتفضلوا عشان انا هروح مكان تاني. التريليون او 800 مليار رجعوا لخزينه الدوله وانتقلت بيهم لمكان اخر. فليس هناك ارهاق على خزينة الدولة المصرية. حتى في الطرق انت شوف الكارتة بتاعت الطريق بترجع الفلوس وتصين الطريق. صحيح. هنا فكر متميز، فكر اقتصادي، زي ما احد الناس كانوا قاعدين معايا بيقولي تخيل لو انت بتعمل مشروع وتقعد 5 سنين تعمل فيه هترجع تصلح اللي انت عملته من السنة الخامسة، انما ده مشروع 24 قالوا لا 23. تتخيل حضرتك احنا عندنا 350 الف فدان في مستقبل مصر وما تبقى المليون 850 فدان هيتعملوا ينتهوا في 23. ده في حد ذاته عائد اقتصادي قوي ان انت تسترد هذه المبالغ. فاللي انا بقوله من خلال قراءتي مش على محور الزراعة بس، خلينا نتكلم على محاور كتير. اول ما اتعملت العاصمة الادارية قال لك وما فيش الا العاصمة الادارية. طب عملنا محور الضبع وما فيش الا محور الضبع. العالمين مفيش. لا، اللي انا بقوله المحاور كلها تعمل. الدولة الكبيرة اللي قوامها 100 مليون مواطن مش هينفع اعمل الحتة دي واستنى واعمل التانية. في جميع مناحي الحياة يتم العمل على قدم وساق. في الريف عملية تطوير الريف المصري من خلال حياة كريمة، نبني عاصمة ادارية جديدة. طب نتكلم على العاصمة الادارية الجديدة بمنطلق الاقتصاد البحت. ما تم بناؤه في العاصمة الإدارية مع التغير السعري يكسب الدولة المصرية دي قيمتها مش أقل من 500 مليار. تخيل الإدارية أصولها فقط. ما هي يعني الناس لازم تعرف. ومشروع مستقبل مصر
لو كنا لسه هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بأسعار عالية جدا. فكل حاجة الطرق اللي اتعملت، فمصر نهضت وصندها نهض. وفي حاجة مهمة قوي، قناعة رجل الشارع المصري بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشعر الصدق. انت شوف احنا قدام رئيس لما بيزعل بنعرفه انه زعلان مننا. بس انا اخر مرة شعرت بالمرارة في حديث الرئيس. دايما الانسان الصادق بيزعل قوي عندما يكون هناك من يكذب ومن يصيد في الماء العكر. بس انا بوجه له رسالة ونقول له الشعب المصري كله مع حضرتك، الشعب المصري كله فوضك ولا زال يفوضك، لان كل اللي انت بتعمله لصالح الشعب المصري. تخيل جميع الاجراءات التي تمت في الدولة المصرية، لو لم تتم ما كنا نستطيع مواجهة كوفيد 19، ولا كنا نستطيع ان نستطيع ما يحدث الآن في تغير في ميزان القوى العالمية. يا جماعة التغير في ميزان القوى العالمية يحتاج موقف ثابت من قائد يعلم جيدا مدارك الأمور ما حوله، ما بين شد وجذب بين معسكرين. وأنت تنجو ببلدك من الخروج. حالة الاستقطاب عالية جدا. حالة الاستقطاب عالية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. الضغوط عالية علينا جدا. ولكن وما توفيقي إلا بالله، كلمة بحب أقولها، لأن على الإنسان أن يسعى، على الإنسان أن يعمل، ولكن التوفيق دايما بيكون حليفه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا أسألك على دور القطاع الخاص. كثيرا ما يردد البعض أنه على الجيش أنه ينسحب لأنه يعني كاتم على نفس القطاع الخاص، والإدعاءات الزائفة التي نسمعها، أين الحقيقة في ذلك؟ الحقيقة في ذلك ان احنا سعداء كمستثمرين في هذه الفترة. تخيل لما حد يدخل يغزو يزيل لك جميع العقبات ويساعدك ويقول لك اتفضل المكان اهو لك علشان انا عندي مكان تاني. هذا ما حدث بالفعل في مشاريع الدولة المصرية، لان فعلا المشاريع في هذه الفترة تحتاج الى باور، تحتاج رعاية، الى نوعية قوية من الناس اللي بتشتغل، وهذا متوفر بكل أريحية أنا بقولها في القوات المسلحة. ولكن اللي أنا برد بيه على الناس إن بعد ما بيتم استكمال المشاريع بقولهم اتفضلوا هذه المشاريع، اتفضلوها علشان أنا أعمل مشاريع تانية. وهذا كان واضح جليا في الفترة الأخيرة إن إحنا عايزين نرفع مشاركة القطاع الخاص من 35% ل 65%. الفترة التي تقلص فيها دور القطاع الخاص ليس كان هناك سببا من الدولة المصرية في تقليصه، وإنما كان هناك خوف من المستثمرين أن يعملوا في هذه الفترة المتغيرة، ليست في السياسة المصرية ولكن في السياسة العالمية التي ترسم من جديد. وحضرتك بيقولوا رأس المال جبان. فليست هناك من الدولة المصرية أي وصايا على من يعمل ومن لا يعمل فيه، إنما هي فتحة ذراعيها لكل مستثمر. وأنا بتكلم عن تجربتي، أنا ما كنتش أعرف يا مصطفى بيه يعني تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص، أنت جاي، أنت جد هتشتغل معانا أيا كانت الأسماء التي توجد. لأن أنا بعتبر نفسي مستثمر صغير بادئ مع الدولة المصرية الجديدة من مبدأ تكافؤ الفرص. الدنيا زمان كانت معروفة متقسمة، احنا الجيل اللي طلع بعدالة الدولة المصرية الحديثة ان اوضع انا ومن هو اكبر مني في هذا العمل على خط واحد. نعم، الحقيقة في نهاية هذا اللقاء لا يسعني الحقيقة الا ان اشكر الاستاذ جابر السعدي، الحقيقة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية، على هذا الإثراء وهذا الوعي وهذه القدرة الحقيقة على ترجمة ما يحدث على أرض الواقع على شاشة التلفزيون. الحقيقة في نهاية هذه الحلقة أنا عايزكم بس نشوف كمان تقرير لاجتماع رجال أو تقرير عن مجلس الأعمال اليمني والمستثمرين اليمنيين في مصر. بشكركم ونلتقي غدا بإذن الله.
شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك يا فندم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظمت السفارة اليمنية بالقاهرة احتفالاً بالعيد الوطني 130 للجمهورية اليمنية والذكرى الأولى لتأسيس مجلس الأعمال اليمني بالقاهرة، وذلك بحضور الشخصيات المصرية واليمنية التي سأندت وساهمت في تأسيس ودعم المجلس، وسط إشادة بالعلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة في شتى المجالات والمواقف المشرفة للشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحتفي اليوم بأعيادنا، أعياد الجمهور اليمنية بعيد الوحدة، وكذلك بمرور عام على تأسيس مجلس رجال الأعمال الذي نود نحن في جمهورية مصر العربية كنازحون أعداد كبيرة من اليمن استفارتهم جمهورية مصر بأذرعها من قبل شعبها ورئيسها الرئيس فخامة الرئيس السيسي باحترام وتقدير، واعتبرهم كأخوة لهم في جمهورية مصر، وهم يسعوا كل قادة الدولة المصرية معنا لكيفية استقرار اليمن والحفاظ على سيادتها. ونحن أيضا من هذا المنبر وفي داخل هذا الموقع اليوم وباحتفائنا بأعياد الوحدة وباحتفائنا بمرور عام على تأسيس مجلس رجال الأعمال نرى أنه هذا المجلس سوف يشكل إضافة بناء على دعوة فخامة الرئيس السيسي لكيفية مصر الجديدة. تنعم جمهورية مصر العربية واليمن منذ القدم بعلاقات حضارية قوية تمتد لمئات السنين، وهذا ما أكدت عليه الحكومات والقيادات المتعاقبة على دولنا، على دولتينا، ليس فقط من منطلق المحبة والأخاء بين شعبينا، إنما أيضا من منطلق العلاقات التاريخية التي يدعمها مساندة كل دولة للأخرى في وقت الأزمات. فيما أشاد النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بالتعاون المثمر بين مصر واليمن في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لأمته العربية، وكانت تلك الرسائل لمستقبل مصر المشرق واليمن السعيد. تعلمون جيدا عمق العلاقة بين اليمن ومصر، وما قاله السيد الرئيس أكثر من مرة أن أمن اليمن وأمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. هذه حقيقة لا تقبل الجدل. وتعلمون أن مصر مفتوحة أبوابها على مصرعيها عبر التاريخ لكل عربي يأتي إلى مصر في وقت الأزمات وفي غير الأزمات ليستقبله الشعب المصري بكل ترحاب ومحبة. وتعلمون أيضا أن أسواق الاستثمار في مصر مفتوحة لجميع أجناس الأمة العربية. اليوم الأمة العربية كلها لها عندي رسالة، الموقف خطير والأمة ما زالت مفككة، آن الأوان لأن تتحد، آن الأوان أن تكون لها كلمة، آن الأوان أن يكون لها وزنها الحقيقي في السوق العالمي. ونريد أن نخاطب زعمائنا ونحييهم، نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسبقكم جميعا على ما قدمه من دعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ الأمة العربية وحارب الإرهاب بجيشه وقواتنا المسلحة التي حاربت الإرهاب دفاعا عن العالم كله. كان لنا عبرة في تحقيق الأمن والأمان في مصر في وقت قصير، وكان لنا عبرة أيضا في البنيان والتشييد، في التنمية المستدامة، في الأرقام التي تتحدث عن نفسها، في 15,000 مشروع قامت به الدولة في 7 سنوات. لم يأتي ذلك من فراغ، ولكنما جاء بإرادة وإدارة. وهنا العبرة لكم، أنتم مطالبون كرجال أعمال أن تتخذوا من هذه التجربة عبرة لليمن السعيد. كما كرمت السفارة اليمنية بالقاهرة عددا من الشخصيات التي عززت التعاون المصري اليمني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستثماري. اليمن طول عمرها هم اللي ماسكين التجارة في منطقة الخليج العربي، وبالتالي احنا بنرحب بيهم، وفي منهم كتير جم قدموا طلبوا على الجنسية المصرية، والحمد لله كلهم تم قبولهم، قاموا بإقامة مشروعات استثمارية في مصر ممتازة، ومنهم من ساند الاقتصاد المصري، وبالتالي حصلوا على الجنسية المصرية. طبعا هو اليوم جبنا هذا الحفل الكبير للعديد من الرموز الدولة المصرية التي تواجدت معنا في هذا الحفل نتيجة مساندتها ودعمها لنا في مجلس الأعمال اليمني. اليوم قلنا لهذا البلد المضياف
المضياف مصر العروبة، حضن العرب التافئ. شكرا مصر، شكرا لهذا البلد المضياف حكومة وشعبا وقائدا ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أود أن أهنئكم بالذكرى 32 لعيد الوحدة اليمنية، هذه الوحدة التي تعمدت بدماء الشهداء والتي صمد فيها الشعب اليمني في مواجهة كافة المؤامرات التي استهدفت تمزيق اليمن والقضاء على وحدته، وكانت مثالا ملهما لكثير من التجارب العربية التي تهدف إلى الوطن العربي الواحد، وطن الأمة العربية. إن حفلنا اليوم لهو تدويج لعام من التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومجلس الأعمال اليمني في مصر، فقد حرصنا كل الحرص على تعزيز مجالات التعاون الثنائي لفحص كافة السلع الصناعية التي تأتي ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تعد أحد أزرع وزارة التجارة والصناعة، وتمثل محور رئيسي ضمن استراتيجيات الدولة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية. ويوما بعد يوم تزداد فعاليات جهودنا المشتركة في تسديد العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين. السفارة اليمنية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 32 للجمهورية اليمنية والذكرى الأولى لتأسيس مجلس الأعمال اليمني بالقاهرة، احتفالية هامة تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية والاستثمارية المصرية اليمنية.